اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ اول حاجة انا اسف عشان الناس الكتير اللي بعتتلي مسجات يا عم فين اللايف بتاع بعد مباراة الاهلي وفيوتشر. والله غصب عني في ناس كتير عارفة ان انا كان عندي حدث مهم جدا امبارح وناس ما كانتش تعرف. امبارح الحمد لله ربنا رزقني بمولودي التاني سليم احمد عبد الناصر. فقبل ما تكون زعلان او اي حاجة كده قولي مبروك الحمد لله، كان يوم مهم جدا طبعا بالنسبة لي، واليوم كله كنت في المستشفى فاكيد معرفتش ان انا اصور ولا لايف ولا حتى فيديو عادي امبارح. لكن النهاردة كده بعد ما الواحد عرف ينام له شوية صحي عشان يصور الفيديو وعشان يتكلم معاكم عن تفاصيل مباراة كانت مهمة جدا جدا جدا، مباراة الاهلي وفيوتشر، المباراة اللي الاهلي وقع فيها وتعادل فيها. وانا قلت الكلام ده والله، قلت الكلام ده في فيديو ريل صغير كده كان نزل على اليوتيوب وعلى التيك توك، وقلت ان الاهلي هيتعادل والسبب معروف يا باشا، ان انا ما كنتش بتفرج على الماتش. فان انا ما بتفرجش على الماتش اكيد وش السعد على الاهلوية كده ما كانش بيتفرج، فالاهلي وقع وتعادل مع فيوتشر بالصفر صفر. لكن هنتكلم عن تفاصيل المباراة، هكلمك كمان عن الجولين اللي دخلوا، هدف فيوتشر بتاع احمد رفعت وهدف النادي الاهلي بتاع ياسر ابراهيم، وموضوع الفار وشغل التحكيم بتاع امبارح. هكلمك عن الحاجة الاهم اللي طالع اصلا عشان اتكلم عنها في المباراة، هتافات جماهير النادي الاهلي ضد امام عاشور، وهكلمك عن رد فعل اللاعب ممكن يبقى ايه بعد ما سمع الهتافات دي. فتفاصيل كتير معانا في الحلقة. اخبط لايك كده وشير على قد ما تقدر، اعمل اشتراك على اليوتيوب وفعل الجرس وفولو صفحتي على الفيس عشان يجيلك كل جديد، وادعيلي كده دعوة حلوة في الكومنتات ليا وللبيبي الصغير. وخلينا كده بقى نتكلم في التفاصيل بسرعة ونبدأ الكلام عن مباراة الاهلي وفيوتشر. الاهلي اتعادل، ناس كتير زعلانة ازاي الاهلي يتعادل، يا عم عادي يا عم اهدى كده شوية على الفرقة. احنا الاهلوية اي نعم ما بنهداش، دايما عايزين الاهلي فوز بس، والله لو بتلعب ماتش ودي تكسب، بتلعب ماتش رسمي تكسب، تلعب دوري بتلعب كاس، بتلعب افريقيا كاس عالم للاندية تكسب، احنا الاهلي ما بنعرفش غير المكسب. لكن بعد فوز 9 ماتشات على التوالي الاهلي بيقع ماتش ويتعادل، يا عم خير ان الاهلي اتعادل الماتش ده، ممكن السيناريو يبقى احلى بكتير. وافكرك الاهلي كان محتاج كم مباراة عشان يفنش الدوري رسمي؟ 3 ماتشات، كله قال نكسب فيوتشر، نكسب الاسماعيلي، نكسب الاتحاد، نتوج في مباراة الاتحاد، بعديها الزمالك يعملوا لنا ممر شرفي. يا عم ما كانوش هيعملوا ممر شرفي ولا حاجة، الزمالك يعمل لك ممر شرفي لو انت خسران زي مباراته معانا مثلا لما كانت في السوبر، وعمل لك ممر شرفي وكابتن سيد عبد الحفيظ مشي من بره فاكرين، عمل لك ممر شرفي وانت خسران، لكن وانت كسبان لا 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 مش هيعمل لك ممر شرفي. دي اول حاجة. كده الفينش بقى في ماتش الزمالك، بقيت في مباراة الزمالك اكسب اخد الدرع قدامه، فبقت احلى والذ بكتير. دي اول حاجة. تاني حاجة، تعادلك مع فيوتشر، فيوتشر فريق من الفرق القوية في الدوري، الاوراق اللي موجودة في الملعب والاسامي كلها اسامي في منتهى القوة، بتتكلم عن احمد عاطف واحد من افضل المهاجمين، بتتكلم عن احمد رفعت وينج كويس جدا، عن ناصر ماهر، عن غنام، عن مهند لاشين، جنش في حراسة المرمى اللي خد نجم المباراة اللي بيتألق قدامنا، تتكلم عن عمر كمال عبد واحد، وعن باسم علي، وعن لعيبة كتير جدا مميزة في السكواد بتاعهم، فطبيعي انه يعمل قدامك مباراة كبيرة، زائد ان الاهلي ما لعبش اصلا مباراة وحشة، الاهلي كان كويس جدا في ارض الملعب، لكن هم دفعوا بشكل قوي خصوصا في اخر المباراة، وكان في شوية تضييع وقت كمان، فطبيعي عادي جدا ان انت تخرج بمباراة تعادل، مفيش مشكلة يعني، دي أول حاجة. طيب خلينا نتكلم كمان ان جدول الدوري، الاهلي في الصدارة، بيراميدز حتى مش هيعديك ولو لوقت قريب، لان الاهلي اللي عنده المباراة الجاية مع الاسماعيلي قبل ما بيراميدز يلعب، بيراميدز هيلعب النهاردة مباراة في كاس مصر ما عندوش دوري، فحتى مش هيعدينا مؤقتا. الاهلي في الصدارة 27 مباراة مع 69 نقطة، بيراميدز مركز تاني من 31 مباراة مع 67 نقطة، انا متصدر بفرق نقطتين وليا 4 ماتشات ب 12 نقطة، لا انا فرق سما وارض بيني وبين اي منافس تاني، الاهلي كده كده مفنش الدوري، لكن الفكرة بس ان احنا عايزين نفنش في السريع. انا بالنسبة لي كان نفسي الاهلي يقع مباراة ويتعادل في ماتش واحد ويكسب الماتشين التانيين عشان افنش قدام الزمالك، عجباني قوي يا جماعة والله التفنيش قدام الزمالك، خصوصا ان باذن الله هكون موجود في الاستاد، لو عرفت احجز التذكرة ادعوني بس اعرف احجز التذكرة كده عشان اكون موجود في المدرج باذن الله. الماتش الجاي مع الاسماعيلي طبعا بيتلعب في اسكندرية ما بيتلعبش في القاهرة فمش هروحه، الماتش اللي بعديه مع الاتحاد وبرضه في اسكندرية، لكن مباراة الاهلي والزمالك ان شاء الله تكون في استاد القاهرة باذن الله، لو عرفت احجز التذكرة هكون اول واحد في مدرج التالتة شمال زي ما عملناها في نهائي افريقيا بين الاهلي والوداد باذن الله. طيب فده كده بالنسبة لجدول الدوري، طبعا فيوتشر تعادلوا الماتش ده خلى الزمالك ليه مباراة مؤجلة عن فيوتشر، فيوتشر لعب 32 ماتش، الزمالك 31،
30، الزمالك لو كسب يبقى مركز ثالث مؤقتا بفرق نقطه واحده عن فيوتشر، وعنده هو كمان مباراه مع الاهلي، مباراه مع الكبير مهمه جدا ممكن ترجع فيوتشر تاني هو اللي مركز ثالث. ده بالنسبه لجدول الدوري. خلينا نتكلم بقى عن الجولين، بعد كده نخش على الكلام على هتاف الجماهير ضد امام عاشور، والموضوع المهم جدا الموضوع الاهم بالنسبه لي امبارح. اول حاجه الجولين اللي دخلوا، الجول بتاع احمد عاطف اللي كان في الدقيقه 10 انا شايفه ما فيهوش تسلل، شايفه هدف صحيح 100%، شايف الكره وهي بتتلعب احمد عاطف كان رجع وخد خطوه وكان متغطي من محمد هاني، فانا شايف ان الكره مش اوف سايت وانه هدف صحيح. اللاين مان رفع الرايه، اللاين مان ممكن يغلط لكن عندك فار، المفروض الفار ما يغلطش، المفروض الفار ما يغلطش خصوصا في الاوف سايت، خصوصا في التسلل، لان انت عندك في كرات بتبقى حسب تقديريه للحكم، يعني عندك كره ركله جزاء ممكن حكم يقول ضربه جزاء، حكم تاني يقول لا احتكاك عادي، لكن في كرات زي الاوف سايت دي ما فيهاش بقى اراء، دي فيها لاعب سابق ولا مش سابق، المفروض ان انت الفار عندك تقنيه بتطلع لك الخطوط وبتعمل لك الاحداثيات وتعرف اللاعب سابق ولا لا، لكن عندنا طبعا في مصر الفار بالكوسه، الفار بيغلط زيه زي الحكام، الفار بيطلع الاحداثيات غلط وبيطلع الخطوط معوجه وشغل يتعب كده وحاجه تقرف، فقال لك ان الكوره دي اوف سايت وقال لك ان الجول ده يتلغي. بعد كده الاهلي بيسجل جول هو كمان، علي معلول بيعمل الكوره بالعرض كروس عشان يخش فيها ياسر ابراهيم ويسجل هدف، والله برده شايفها مش تسلل، شايف ان علي معلول في لاعب جوه ال 18 مغطيه، وقول لي رايك انت في الكومنتات في الجولين، قول لي شايف الجولين انهي فيهم اوف سايت وانهي لا، شايف الاثنين تسلل، شايف الاثنين اجوال صحيحه، لكن انا بصراحه شايف الكورتين الاثنين اهداف صحيحه والاثنين للاسف بيتلغوا، والفار عندنا في مصر للاسف سيء جدا جدا، ده اتلغى وده اتلغى. بقى المباراه بقى هل فيها لغط تحكيمي ولا لا، هسيب لك انت الموضوع ده في الكومنتات، انا ما شفتش الماتش، شفت ملخص كده بسرعه حتى ما فضيتش طبعا في نهايه اليوم، اليوم بالنسبه لي طبعا دوشه وصعب جدا، اتفرجت على الملخص، اتفرجت على الهجمات، شفت الجولين اللي اتلغوا، شفت هتاف الجماهير اللي جاي اكلمك عليه، جماهير النادي الاهلي اللي هتفت صالح سليم مش ناسيين، امام عاشور مش عايزين، في رساله واضحه جدا لاداره النادي الاهلي ان شريحه كبيره من مدرج النادي ومن جماهير النادي الاهلي مش عايزه امام عاشور. طيب هل جماهير النادي الاهلي كلها مش عايزه امام عاشور؟ انا قلت لك رايي في الموضوع ده امبارح، انا نزلت لك فيديو كلمتك على موضوع امام عاشور بكل تفاصيله وقلت رايي فيه، وفي ناس اختلفت معايا وفي ناس بتتفق معايا، وده طبيعي، الخلاف في الكوره حاجه صحيه اصلا، انا يبقى ليا راي وانت ليك راي، مفيش اي مشكله حتى لو راينا عكس بعض، ما نزيدش بس على اهلاويه بعض. اللي مش عايز امام يقول لك يا انت مش فاهم في مبادئ الاهلي عشان انت عايز امام عاشور يجي وهو غلط في رموز من رموز الاهلي، واللي عايز امام عاشور يجي يقول للتاني انت دماغك قديمه، احنا دلوقتي في عصر احتراف والراجل اعتذر انت مش فاهم حاجه، ولا انت تقول كده ولا هو يقول كده، انت ليك رايك وهو ليه رايه، وفي الاول والاخر القرار عند اداره النادي الاهلي، هم اللي بياخدوا القرارات وهم يا باشا اللي بيتحاسبوا في الاخر، لان الجمهور جمهور، الجمهور عمره ما هو اللي يقود النادي الاهلي، الجمهور مش هو اللي هيقول الاهلي يعمل ايه وما يعملش ايه، صالح سليم نفسه الله يرحمه قال الاهلي لا يقاد من المدرج، فعلا الاهلي ليه ناس بتقوده، طبعا الاهلي بيحترم جماهيره جدا وبياخد بارائها، لكن انت اصلا بتتكلم عن جماهير النادي الاهلي، انت بتتكلم على 100 مليون يا باشا، 100 مليون مصر كلها اهلاويه، شوف في شغلك، شوف في مدرستك، شوف في اي حته هتلاقي الاغلبيه العظمى كلها للاهلي، هتلاقي الزملكاويه بيتعدوا على الصوابع، فالاهلي لا اكتر بكتير، خلي بالك في اهلاويه بره مصر، فانت بتتكلم في 100 مليون واكتر والله مشجع اهلاوي، فانت لو هتمشي بارائهم اصلا هم ما بيتفقوش على راي، ال 100 مليون ده عدد كبير جدا، هتلاقي اللي عايز امام عاشور يجي زي مثلا انا ده رايي، هتلاقي اللي مش عايز امام يجي زي ناس كتير كانت موجوده في المدرج هتفت بالهتاف ده، فالموضوع بينقسم عليه الناس كده، فالقرار في الاول وفي الاخر للاداره. انا بالنسبه لي امام عاشور اعتذر عن الفعل اللي عمله، هتقول لي طب ما رمضان يعتذر، طب ما حضري يعتذر، الحضري ورمضان والناس دي غلطت في النادي الاهلي بشكل كبير جدا وهي جوه النادي الاهلي وزيدت على الاهلي، لكن امام عاشور لما غلط ده كان بره النادي الاهلي مش جوه الاهلي، ما ينطبقش عليه مبادئ النادي الاهلي، ده كان لاعب في الزمالك، معلش عندك اكتر من لاعب جوه الاهلي موجود دلوقتي غلط في الاهلي قبل ما يجي، مثلا ياسر ابراهيم اللي بيموت نفسه دلوقتي، اللي واحد من رجاله الاهلي كلنا بنقول عليه ياسر رجوله، عندك كمان محمود كهربا كان بيبوس شعار الزمالك وبيعمل السهم وكل حاجه، ودلوقتي هو ابن من ابناء النادي الاهلي، فالموضوع بيختلف، لما بتكون بره الاهلي طبيعي ممكن يخرج منك افعال سيئه، والافعال دي بتدل على المكان اللي انت كنت فيه مش المكان اللي انت رايح له، وارد جدا امام بعد ما يجي النادي الاهلي غير تالقه طبعا في الملعب هو فنيا محدش يختلف عليه، لكن كمان اخلاقيا اخلاقه كلها هتتغير لاخلاق النادي الاهلي ولمبادئ النادي الاهلي، ده رايي، مش عايز اتكلم في الموضوع واطول فيه كتير، ارجع كده للفيديو بتاع امام عاشور قايل فيه كل التفاصيل، اتفرج عليه وقول لي رايك، وعلى
عايز رأيكم بقى في المونتاج والحاجات اللي بتتعمل في الحلقة. الشغل ده كله شغل محمد علاء ابن خالتي الصغير كده، هو اللي بيعمل لي الايديت ده، ولسه ان شاء الله الفترة الجاية في شغل اقوى بكتير بعد ما نثبت خلفية غير دي. كل الناس كده تبعت لي الصور اللي هي شايفة انها صور قوية وصور ايقونية للنادي الاهلي، هنحطها ورانا باذن الله، وهنغير الخلفية وهنغير اللوكيشن وهنعمل شغل عالي قوي باذن الله الفترة الجاية. لايكات كتير للفيديو وشير على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس وفولو صفحتي على الفيس عشان يجيلك كل جديد. سلام.